متابعي اليوم السابع في كل مكان، اهلا بيكم. النهارده مشرفنا ومنورنا فنان طال انتظاره، يعني احنا الحقيقه سنين بنقول امتى يجي عندنا، امتى يجي عندنا، فاخيرا الحمد لله يا رب احمد العوضي عندنا. فيعني انا مش عارفه، مش لاقي كلام اعبر بيه. احمد من الناس اللي انا الحقيقه بحترم فنهم، بحترم دقبه، طول الوقت بيسعى ان هو يطور نفسه وبيطور ادواته، غير الكاريزما، غير الحضور، غير ان هو مركز جدا في اختياراته في اللي بيقدمه. فعشان كده يعني انا لو قعدت اقول كلام هيبقى كلام كتير. والله انا اللي مشرفنا جدا جدا في اليوم السابع. انا اللي مشرف ان انا موجود معاكم والله، و يعني شكرا لكلامك يا استاذ علا. وانا انا فعلا بقالي كتير كنا بنرتب ان انا احضر، بس بيحصل عكوسات كده، بس الحمد لله احنا النهارده مع بعض، وانا اللي متشرف بوجودي معاكم والله. ربنا ما يجيب عكوسات بعد كده تاني خالص. ابتدي معاك من اخر حاجه انت بتحضر لها، مشروعك فيلم الاسكندراني. انا على طول اهو سريع ندخل في الحاجات على طول. اسكندراني ده سيناريو حوار استاذ الكاتب الراحل اسامه انور عكاشه، وده بالنسبه لي ده كمان كانه اعاده اكتشاف لاسامه انور عكاشه مع الجيل الجديد كمان. فانت قول لي الكواليس، البدايه جت ازاي؟ ما قريت المشروع كانت ايه انطباعاتك الاولانيه؟ والله هو تجربه مختلفه بالنسبه لي، ان انا بشتغل فيلم زي ما حضرتك قلتي ان هو تاليف الاستاذ الكبير استاذ اسامه انور عكاشه، واخراج المخرج الكبير خالد يوسف، والترشيح جالي من استاذ خالد. وقريت السكريبت والسيناريو فحسيته مختلف، وحسيته حاجه من الحاجات اللي انا بحب اعملها، يعني من السيناريو شبه الحاجات اللي انا احب ان انا اعملها. فبالفور على طول انا وافقت، وان شاء الله نستشوف فيلم مختلف، وفيلم يعني انا حتى كتبت على الفيسبوك ان هو فيلم يليق بكل اخواتي. يعني انت المفروض تبتدي تصور امتى؟ اصور مثلا على يوم الاربعاء باذن الله. طب انا عارفه انت يعني مش هتحرق، بس قول لي ملامح كده الشخصيه، ايه اللي لفت نظرك يعني الشخصيه؟ بس ملامح. هو الشخصيه حلوه وصراعتها حلوه، والفيلم نفسه فيلم 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 تقيل يعني، وصراعاته الدراما فيه دراما طبعا. استاذ انور عكاشه دراما مشوقه وحلوه، والصراعات مختلفه عن الحاجات اللي بتحصل، لا الصراعات حقيقيه. فده اللي شدني في بكر اللي هو البطل، بكر الاسكندراني يعني. والشخصيات كلها مكتوبه بعنايه، وحتى جهد استاذ خالد يوسف باين في السيناريو يعني والحاجات دي. بس فانا زي ما بقول لك هو فيلم انا حسيته فيلم جامد، وان شاء الله يليق بكل الناس تحبها عوض يعني. هسالك انطلاقا من ان كان استاذ اسامه انور عكاشه برضه في مسلسل اللي هو تقدم عن يعني مسلسل اذاعي ليه في رمضان، مش السنه اللي فاتت اللي قبلها، كان بطوله خالد النبوي. فالمسلسل هنا في ناس بعضها كانت متخوفه شويه ان ده استاذ اسامه، يبقى ممكن يبقى الكتابه تقليديه، يمكن من زمان، يمكن مش عارف ايه، ورغم ذلك المسلسل كسر الدنيا. فانت برضو الفيلم كان عندك اي توجس في المنطقه دي، ولا انتوا اشتغلتوا كمان ريادت على السيناريو وطورتوا حاجات؟ زي ما قلت لك جهد استاذ خالد باين في ده بقى، اشتغل عليه بحيث ان هو يبقى مناسب لوقتنا الحالي. لكن عظم القصه نفسها مناسبه لكل وقت يعني. عظم الصراع دايما مش عمر ما كان الصراع ما بين شخص وشخص بيبقى محدد في دراما يعني. فلكن هو طريقه الحكي او الكلام مثلا ممكن يكون هو مختلف، فده كان دور بقى استاذ خالد يوسف ان هو بيعمل ده في السيناريو يعني. بس يعني يمكن استاذ خالد يوسف عنده تجارب كبيره ناجحه، وهو ليه نجومه يعني، معروف مثلا ان هو فلان نجح مع خالد، فلان نجح مع خالد، وبقت في سينما تخص خالد يوسف بمفرداتها. فهل انت مثلا لما وقبل ما توافق على التعاون مع استاذ خالد يوسف، هل كان في سابق معرفه بينكوا ان انت فاهم طريقته في الشغل عامله ازاي، طبيعته عامله ازاي، مناسبه ليك انت كفكر احمد العوضي في اختياراته؟ اتناقشتوا في حاجات معينه ليها علاقه بالسيناريو، بطبيعه شكل ادائك في للمشاهد وهكذا؟ يعني اكيد طبعا، ما اصل انت اي مخرج تشتغل معاه خصوصا مخرج كبير بتبقى بتوصلوا لحاله بتنفذ اللي هو طريقته في الشغل اللي هو اسمه مبني عليها، وفي نفس الوقت بما يناسب الفكر اللي انت متبنيه انت كممثل يعني. فلما بيحصل يعني ان تتلاقى في نقطه معينه مرضيه للطرفين بيتم الشغل على اساسها.